قواعد عامة بقى عشان اللغة. لازم كل لغة، كل جملة تكون واضحة بسيطة سهلة، ما عقدش الكلام، وكل جملة تبقى فيها فكرة واحدة. ما اقولش كلام الناس بتكتب بقى 10 جمل وتفضل تكتب بين جملة وجملة اند 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 اند، ما ينفعش الكلام ده. جملة ونقطة وخلص، تمام؟ كل فقرة تبقى عن حاجة واحدة، ما تتشعبش الكلام. زي ما قلنا، ما تكررش الداتا، ما تكررش الافكار اللي بتتكلم عليها. خليك مختصر على قدر الامكان. انت البيبر مش هتكفي اصلا النتائج اللي انت تستعرضها، فخليك مختصر على قدر الامكان. دونت اكزاجيريت زي ما قلنا، خليك اوبجكتيف، ما تبقاش منحاز لنتائج معينه. كل ما تقرا بيبرز كتير كل ما تتحسن كتابتك، وكل ما تنشر على فكره او تحاول تنشر حتى، هتجيلك تعليقات من المحكمين، هتتحسن شويه بشويه. التجربه هنا مهمه جدا. النحو بقى والجرامر والسبيلنج والكلام ده كله، لو في اخطاء كتيره هتخلي برضو تدي فكره سيئه للمحكم وللإديتور، يخليهم يرفضوا البحث. عاده يعني الانترودكشن والدسكشن والكونكلوجن بنكتبها بريزنت تنس، فعل المضارع، تمام؟ لكن الميثود والريزلتس بنكتبها في الماضي. يعني مثلا احنا جالنا 30 عيان في العياده الخارجيه في الفتره ما بين كذا وكذا، وعملنا لهم كذا وكذا، وشخصناهم بالطريقه الفلانيه، كله في الماضي. غريب، في بعض الاحيان بتلاقي مثلا ايه، الطالب بالرساله بقى بيروح حاطط البروتوكول زي ما هو في الميثود. البروتوكول انت بتقول احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا، تلاقيه في الميثود بيقول احنا هنعمل كذا، وانت خلاص الميثود خلصت والبيبر خلصت. فلازم تخلي بالك من الحاجات دي، الفروقات دي. طبعا عاده التكست بيبقى الاين تو ليفت، يبقى متساوي من ناحيه الشمال زي هنا كده، لكن من اليمين مش مشكله، بيبقى في اختلاف يعني. بعد كده انت بتستخدم الحاجات المتريه، يعني متر، لتر، كيلو، الا لو المجله قالت غير كده يعني. بتستخدم برضو الدرجات المئويه الا لو المجله عايزه حاجه تانية. دايما لما يبقى في اختصار، في اول مره تكتب المصطلح كامل او الاسم كامل، وبعد كده تحط الابريفيشن يعني او الاختصار بتاعك. لما تحط رينج في الكلام يعني في التكست نفسه، بتكتب مثلا من 5 إلى 6، فروم 5 تو، وتكتب 2 10 مثلا، تمام؟ لكن في التيبل مش هتكتب 2، بتكتب بقى ايه، شرطه، داش، وهكذا، فايفن. طيب الارقام دايما لو اقل من 10 بتكتبها كرقم، تكتبها ككتابه يعني 9 ان اي ان اي، من 10 فما فوق بتكتب الرقم نيوميريكال 4 زي كده، تمام؟ طيب لو انت الرقم قبل يونت، يعني مثلا 12 سنتي، افرض 9 سنتي، المفروض التسعه بنكتبها قلنا الرقم كامل، لكن لو قبل يونت هنكتبه 9 رقم، يبقى 12 سنتي او 9 سنتي رقم. 1 اور اند 34 مينتس برضه لو وقت، تكتبه ارقام. برضه لو بوينتس زي 7 بوينت سكيل، تكتبه ارقام. دايما بيبقى في سبيس ما بين الرقم وما بين اليونت، الا لو برسنتج مثلا، ممكن تكتبهم ورا بعض كده، لكن في اليونت زي ما احنا شايفين في سبيس. دي برضو قواعد عامه في الكتاب. انت بتمر بمراحل كتيره قوي في رسالتك بقى او في البيبر، ايه الخطوات اللي بتمشي بيها؟ اول حاجه الميثود تكتبها كويس as early as possible. الميثود دي على فكره هي البروتوكول يعني، فسهل قوي تحولها الميثود كامله. وليه مهم تكتبها من الاول؟ علشان تبقى متاكد ان كل الخطوات العمليه بقى، الجزء العملي من الرساله او من البيبر، اللي انت هتمشي صح من الاول، كل حاجه واضحه، كل حاجه باينه بوضوح في الميثود سيكشن، فانت كده ايه، ماشي صح من البدايه. ما تكتشفش بعد فتره ان انت في حاجات نسيتها، ومش هتقدر تجيب العيانين تاني عشان تاخد منهم داتا، وكان داتا ممكن تجيبها اثناء العمليه مثلا، انت مش هتعيد العمليه عشان تجيب الداتا دي تاني. خلاص، يبقى باختصار essential to conduct study as designed، تمام؟ وفي الاخر بقى خالص ممكن بقى تراجعها تاني قبل ما تبعت المجله، تراجع تاني الميثود سيكشن، بس من البدايه يبقى مكتوب كويس. النتائج بقى انت هتكتب النتائج بتاعتك الاول في الدرافت كده، وبعد كده تجهز الجداول بتاعتك، وبعد كده تبعتها للستاتستيكال اناليسيس،
ولازم لو انت هتبعتها لحد يعمل لك الاحصاء لازم يبقى فاهم انت عايز ايه بالظبط، تبقى حاطط له الجداول جاهزه، وانا عايز اقارن بين كذا وكذا. بتفرق كتير قوي. اي حد فينا لو يجرب مثلا ينشر معتمدا على حد بيعمل له الاحصاء، وبعد كده يتعلم الاحصاء ويبدا ينشر هو ويشوف الفرق، هيلاقي ان في حاجات كتيره قوي في البيبرز اللي قبل كده انا ما وصلتش انا عايز ايه بطريقه كويسه ليه اللي بيعمل الاحصاء. فمهمه قوي الحته دي. طبعا ممكن تروح كذا مره وتعدل وتطلب حاجات احصاء جديده وهكذا، يعني خطوه تتعاد، خطوه تتعاد كذا مره. وبعد كده تكتب بقى الدسكشن، بعد ما خلصت النتائج تماما تبدا بقى تعلق على النتائج دي وتعمل الدسكشن وتكتبه، وبعد كده تكتب الانترودكشن وتحط المراجع بتاعتك. طيب فاول مره انت بتكتب كل اللي يجي على دماغك، تمام؟ ما تختصرش حاجه، حط كل الايدياز بتاعتك، تمام؟ بعد كده في السكند درافت هتتاكد من صحه الكلام اللي كتبته، اللغه بقى والقواعد والكلام ده كله، وتشوف بقى الفيجرز الريزوليوشن بتاعها كويس ولا لا، ليها لازمه ولا لا، الصور اللي انت حاططها، طريقه كتابه الجداول صح ولا لا، الارقام مكتوبه صح ولا لا، طريقه كتابه المراجع اللي هي ستايل واحد ولا لا. لو لقيت حاجه متكرره كتير وينفع تختصرها اختصرها، اي حاجه ريدندنت لازم تشيلها على طول. وتراجع بقى خاصه في الدسكشن ان الحاجات مكتوبه بلوجيكال اوردر. احنا اتكلمنا في الريزلتس ازاي نرتب الافكار بتاعتنا، وفي الميثود برضو، وكمان في الدسكشن ترتب الحاجه، ترتب المعلومات، الفقرات اللي انت هتتكلم فيها بطريقه منطقيه. طيب ثالث مره بقى بتراجع البحث اللي انت كتبته، هتبقى بقى عايز تختصر بقى، هتختصر بقى من كلام مهم هنا، ودي اصعب مرحله على فكره. انت مثلا انت لقيت ان انت كاتب 5000 كلمه والمجله عايزه 3000 بس او 2500، انت هنا بقى اكنك بتقطع من نفسك، يعني هتفضل بقى تدور ومحتار اشيل ايه اشيل ايه. فتحاول بقى ايه، يا اما تشيل كلام حسيت اللي هو مش هيضيف كتير للمعنى، او الجمل الطويله او الفقرات الطويله تحاول تختصر فيها على قد ما تقدر. كمان افرض انت كاتب جمله واحده، كاتب مثلا فلان الفلاني عمل استدي عن كذا 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 ولقى كذا كذا كذا، وفلان الفلاني عمل كذا 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 على نفس الموضوع ولقى كذا كذا كذا، تكتب مثلا 5 ورا بعض، الست سطور دول 7 سطور ممكن تحطهم في جمله واحده، ان في ستاديز عملت دراسه عن كذا ولقوا النتائج كذا، وتروح حاطط الريفرنسز كلها، فكده اختصرت 10 سطور ولا 7 سطور اختصرتهم في سطر واحد. فدي طريقه برضو مهمه جدا. حاجه كمان ان انت ممكن تلاقي مثلا انت كاتب نتائج في فقره طويله قوي خدت نص صفحه، ممكن تحاول تخلي الارقام دي كلها تضمها لجدول من الجداول وتشيل الفقره دي كلها، ويبقى في الاخر لوك تيبل كذا، يبقى كده برضو الطرق اللي انت تلخص وفي نفس الوقت المعلومات لسه موجوده. بعد كده تكتب الابستراكت وتحط العنوان في صورته النهائيه. خلاص كده انت فنشت. لا باقي حاجه كمان، تحاول بقى لو انت معاك بقى ناس كبار، معاك استاذ كبير في الجروب اللي عامل البحث ده، تحاول بقى تخليه يعمل شيك كده تاني، او حتى زميلك برضو لما كذا عين تقرا البحث ممكن يلاقي اغلاط انت ما خدتش بالك منها، تمام؟ فكده برضو عشان يبقى ايه ده التشطيب النهائي، وخاصه بقى لو حد خبير في النشر وكده هيفيدك كتير، وهتبقى كمان التعديلات بتاعته تشوف اعدلها ازاي، فده هيفيدك في الكتابه تستفيد بيها في الابحاث اللي بعد كده. يبقى كده اربع حاجات اهو، خطوات في الكتابه في النهايه.